مشاهدي ومتابعي مباشر من مصر في كل مكان، اهلا بيكم في لايف جديد وتغطيه جديده من محافظه دمياط. احنا النهارده مع حضراتكم بنتكلم عن كارثه. طفل 8 سنين يعني كان هيضيع بسبب اهمال نادي مشهور في دمياط. زي ما حضراتكم شايفين محمد يعني بطل الجمهوري في الكاراتيه، كان في نادي مشهور، نزل حمام السباحة طلع وعضلة القلب متوقفة. طبعا دي كارثة كبيرة جدا، هنعرف تفاصيلها من والده. أهلا بحضرتك كابتن محمد على مباشر من مصر. طبعا دي كارثة كبيرة جدا ان يعني طفل ينزل حمام سباحة، والمفروض ان النادي نادي كبير ومشهور، وان يكون فيه يعني يكون فيه تأمينات كافية. فانا عايز اعرف من حضرتك ونعرف السادة المشاهدين ايه اللي حصل. والله ابني راح مع اصدقائه النادي دوت. محمد عنده كام سنة؟ محمد عنده 8 سنين ونص. محمد من شهر ونص فاته كان في بطولة الجمهورية في الكاراتيه، كان جايب ميدالية في الكاتا والكوميتي الاشتباك والعرض، يعني ولد بطل رياضي متأسس كويس. مفيش راح مع أصحابه مع أولياء الأمور ومع أصدقائنا وأنا وصلتهم، وبس يعني خرجت أجيب حاجة، رجعت لقيت ابني يعني الحمد لله، يعني لقيته خارجين بيجروا بيه، عضلة القلب متوقفة، مفيش منقذ في النادي، مفيش مشرف، مفيش دكتور، مفيش اي حاجه. اللي نزل نط جاب الولد، طفل عنده 16 سنه. طب محمد كان نزل حمام السباحه مع مين؟ يعني والدته، صحابه قد ايه سنا؟ اصحابه اكبر منه واصغر منه، اولاد وبنات، زمايله في التدريب واولياء امور موجودين في المكان كانوا معانا برضو، وانا وصلتهم تمام. فبس اتفاجئت بعد كده. يعني متعودين ان انتوا تروحوا النادي ده كاسره، يعني يوم ترفيه ان هو ينزل الميه. والله يا فندم ده انا كان بالنسبه لي انا اول مره اروح ادخل النادي ده، اول مره ما اعرفش حد هناك. هم عملوا اعلان على الفيسبوك ان في حفله هتنتهي الساعه 5، حاولنا نيجي نروح بسرعه عشان نلحق الحفله وافرح ابني، وخدنا معانا اصدقائنا وكده واولادهم ورحنا. فالحفلة رحنا متأخر، فقلنا خلاص نقطع تيكت والولاد ينزلوا حمام السباحة ويبقى يقضوا يوم يعني. جميل. بس ده اللي حصل. الولد نزل المية، الدكتور بيقول لي ده حالة غرق من 7 ل 8 دقايق. طيب حالة غرق من 7 ل 8 دقايق، فين المنقذ اللي واقف على حمام السباحة؟ فين المشرف؟ فين الكاميرات اللي بتراقب حمام السباحة والنادي اللي جوه النادي؟ طب هو الولد لما تعرض لحالة غرق، يعني اولياء الامور واصحابه الاكبر منه اللي كانوا معاه في الميه، ما حدش صرخ او استنجد بالنادي؟ اولياء الامور كانوا بيصرخوا وبيصوتوا. نط ولد عنده 16 سنه زي ما قلت لحضرتك اسمه ابراهيم، نط في الميه. ابراهيم ده من اسره النادي ولا حد من بره؟ في النادي تمام، بس وقتها ما كانش في تمرين، كان قاعد بره بظروفها، ستر ربنا ان هو كان موجود. الولد نط نزل جابه تمام، جروا عليه بعدها. طبعا اولياء الامور كان في حاله انهيار، الولد طالع من بقه رهاوي بيضه، والامر كان شبه منتهي، لان لما لقوه طافي على وش الميه وكان شبه الموضوع انتهى. هم بيقولوا في النادي، مش هينفع نذكر اسمه طبعا، الامر كله قدام القضاء دلوقتي، بيقولوا ان هم انقذوه. طيب لما حضراتكم انقذتوه، ليه الولد عضله القلب توقفت؟ ليه الولد محطوط على الاجهزه والخراطيم في كل حته في جسمه؟ ليه الولد في الرعايه بقاله 3 ايام؟ النهارده اول يوم النهارده يفك الخراطيم دي من عليه ويبدا ياخد اكسجين ويبدا يعني يتحسن نسبيا، لكن لسه الامر برده يعني امر احنا لسه ما ارتحناش، ولسه الولد يعني ما خفش، ونسبه شفاه لسه مش افضل حاجه. طيب انا عايز اعرف برده هو وصل المستشفى، يعني ما كانش في اسعاف يوديه، ما كانش في حاجه تبع النادي؟ لا يا فندم، ده وصل في عربيه ملاكي يا فندم، والكاميرات هتقول ده وصل في عربيه ملاكي، ما كانش في اسعاف، ما كانش في دكتور تمام. هما بيقولوا ان كان في دكتور، لا ما كانش في دكتور، ما كانش في اسعاف، ما كانش في اي حاجه خالص، ما كانش في منقذ. بدليل ان يعني انا لما توجهت ان انا عملت محضر ورحت النيابه
خدوا اقوالي. تاني يوم نزلوا قبضوا عليهم، كلهم، وهم على حق، ما كانتش الناس اتحركت. مجلس اداره النادي والمشرفين على انا اتهمت رئيس مجلس اداره النادي اتهام مباشر، واتهمت المسؤولين عن حمام السباحه اتهام مباشر، لان ده حق طفل وروح بني ادم. طبعا طبعا، تمام. يعني النهارده يعني ده وارد يحصل لاي ابن، اي حد. ازاي ما يكونش في حد متواجد معاهم، ما يكونش في منقذ، ما يكونش في يعني معايير للسلامه داخل النادي؟ فين الكلام ده كله؟ كمان يعني اللي انا عرفته بعد كده، يعني للاسف، ان في ناس كتير بتقول ان حمام السباحه ده غير مطابق للمواصفات. يعني الحمام نفسه كارثه، ده كنت ما كنتش اعرفه، لان زي ما قلت لحضرتك انا اول مره ادخل النادي ده بناء على اعلان على الفيسبوك. يعني مش متعودين ان انتوا تتواجدوا داخل النادي؟ لا لا خالص، اول مره. كنتوا رايحين بس عشان حفله؟ عشان حفله وما لحقناهاش، قلنا ننزل الميه، يعني الولاد ينزلوا الميه يفرحوا. طبعا خارج لي الولد منتهي. طب حاله محمد ايه دلوقتي؟ والله احنا زي ما قلت لحضرتك، كان اول 20 ساعه كان شبه غيبوبه، بعد كده على الخراطيم، وبقى يبقى يفوق ويروح ويفوق وينام ويضيع وكده. كلم حضرتك او بص، هو مش عارف حد. محمد فاقد الذاكره اليوم اللي حصل فيه الحادثه ده، ده مش موجود في حياته، تمام. هو اخر حاجه فاكرها واحنا بنستعد عشان نروح، تمام. مو مش عارف هو فين، محطوط لحد دلوقتي في الرعايه الصحيه، لان الذاكره زي ما قلت لحضرتك بيشوف هلاوس، بيشوف حاجات مش موجوده. طبعا ما كانش فيه الكلام ده، انا عودت لحضرتك صورته، ده راجل من شهرين راجل بطل جمهوريه في الكاراتيه، لعبه قتاليه، يعني بدنيا معد على اعلى مستوى عشان يجيب بطوله زي دي. فطبعا يعني الولد مش ضعيف عشان ينزل ويحصل له اللي حصل ده. جسمانيا رياضي، جسمانيا رياضي. وطبعا الكاميرات هتبين كل حاجه، وهتبين ابني اتعامل معاه ايه، واتساب في الميه قد ايه، تمام. لان انا الدكتور اللي بيعالجه قال لي الولد ده قعد في الميه من 7 لـ9 دقائق بدون ما حد يحس بيه، في حاله غرق، فاهماني. فطبعا في هنا في حد استهتر بروح ابني وبروح اي بني ادم تاني موجود في المايه كان ممكن يحصل له ده. فانا كل اللي عايزه، انا يعني ناس كتير النادي زقهم ان هم يقولوا ده عايز تعويض. انا الحمد لله ربنا كرمني، انا مش محتاج فلوس من حد، انا راجل الحمد لله ضفر ابني بالدنيا، ضفر ابني بالدنيا. انا كل اللي عايزه حق ابني فقط، انا مش عايز حاجه لا من النادي ولا من غيره. احنا عايزين حقه قانونا، قانونا، لان ده روح انسان. يعني احنا في دوله وبنحترم قضاء بلدنا وبنحترم رئيس دولتنا، احنا كل اللي عايزينه حق ابني يرجع لي بس، وبناشد كل الناس انها تقف معايا. انا مش عايز اكتر من ان انا اخد حق ابني محمد اللي مرمي في المستشفى بقاله 3 ايام في الرعايه لحد دلوقتي ما خرجش، والنادي يعني خلي ناس تقول ده الولد خرج، ده الولد كويس، ده الولد بياكل، مفيش حاجه من دي خالص لحد دلوقتي. حضرتك بتقول فقد الذاكره لليوم اليوم الثالث، وفي الرعايه لحد دلوقتي، تمام. في الرعايه لحد دلوقتي في مستشفى حكومي في دمياط الجديده، كل الناس عارفاها وتقدر تسال عليها، موجود فيها لحد دلوقتي، ما خرجش من قسم الرعايه الصحيه. لسه مش قادرين يشخصوا حالته ومش مستقره طبعا. لا، التقرير المبدئي كان بيقول ان عضله القلب توقفت، وان هم جابوا جهاز الانعاش للقلب عشان يحاولوا يعملوا دعامات، وبعد كده عملوا له قسطره، وان كان جاي بطنه منتفخه والرئتين مليانين ميه، يا خبر، والتهابات شديده في الرئتين. وطبعا لما حاولوا يعالجوا ده لسه مش عارفين وضع المخ ايه من اللي حصل ده، لان طبعا الدنيا اتاثرت اكيد بعد ما 7 8 دقائق، والبهوات مش حاسين بطفل غرق في حمام السباحه، واللي انقذه طفل برضه عنده 16 سنه بيدافعوا بيقولوا ان هم اللي انقذوه، ان هم اللي ودوه، ان هم اللي عملوا له، وان كان في دكتور عالجه، مفيش حاجه من دي يا فندم خالص. ده يعني محمد حظه حلو ان كان في اللي انقذه ده كان متواجد بالصدفه يعني. طبعا وانا شكرته وبوسته، لان هو جه زار الولد في المستشفى، وانا بشكره من خلالكم، لان ده ديم في رقبتي وده ابني، كان ممكن يروح مني بسبب استهتار نادي كل همه ان هو يلم فلوس، وكل همه ان هو يعني ولكن ما فيش اي معايير سلامه، ولا في اشراف، ولا في اي حاجه خالص. النادي ده لو خاضع للشباب والرياضه طبيعي هيكون في عربيه اسعاف، طبيعي هيكون في منقذين، تمام، طبيعي هيكون في دكتور طبعا. النادي لو مش خاضع للشباب والرياضه وشغال فدي كارثه.
طبعا لو خاضع للشباب والرياضه وما طبقش معايير السلامه فدي كارثه اكبر. احنا عايزين نوري الساده المشاهدين محمد يعني بطل جمهوريه في الكاراتيه. دي من بطوله الجمهوريه اللي فاتت، الجمهوريه الرسميه مش طنشتايه، للاتحاد المصري للكاراتيه، وكانت في اسماعيليه. تمام، دي صوره ابني. تمام، هو محقق في مسابقه من المسابقات. تمام، في البطوله في دي في صوره تانية. في صور تانية لمحمد من بطولات تانية. انا عايزه مختلفة. الصوره لوحده. في برضو الصوره دي، في صوره انا شفتها، وفي الصوره. أيوة. دي لمحمد برضو، وهو يعني بيشارك. ولد جميل وبطل جمهوري وبيحلم ببطوله العالم، ضيعوا حلمه. ده محمد. تمام، هو نفس محمد اللي حضراتكم شفتوا صورته والخراطيم في كل حته بجسمه. هو ده، هو ده يعني، هو دوت، هو دوت. انا مش عايز حاجه من النادي غير ان انا اخد حقي. عايز اللي حصل في ابني ده ما يحصلش في اي حد تاني. طبعا احنا عايزين حق محمد قانونا مش ماديا. لا لا، مش ما فيش اي، مش محتاج حاجه من حد، وابني مش محتاج حاجه من حد. انا الحمد لله بشتغل عمري في مجال الرياضه، وانا راجل مدرب وعارف ان كل حاجه قضاء وقدر، لكن اللي تسبب في ده واللي اهمل واللي خلى ارواح الناس دي لعبه، لا لازم يتحاسب، لازم يتحاسب طبعا. فانا بتهم رئيس مجلس الاداره بالتاثير المباشر. وحضرتك طبعا اتهمته في محضر رسمي يعني. طبعا في محضر رسمي، وخد رقم وتم التحقيق معايا، وقلت اقوالي في النيابه، والحمد لله اتقبض على ثلاثه من الموجودين المدربين في النادي، والمسؤول عن ال ان شاء الله محمد حقه يرجع. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ونتمنى ان شاء الله محمد يعني حالته الصحيه تتحسن ويرجع زي الاول واحسن. يا رب، يا رب. انا مش مهم يعني، انا طبعا في كرم ربنا وفي حضراتكم انكم تدعوا لمحمد يعني، ان ربنا يكرمه يا رب ويقوم بالسلامه من الضيقه والشده اللي فيها. واحنا واثقين ان شاء الله حق محمد هيرجع ان شاء الله، عشان الكارثه دي ما تتكررش تاني مع اطفال تانيين يعني. ان شاء الله يا رب. بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين طبعا والد محمد بيمر بكارثه كبيره. محمد بطل جمهوري في الكاراتيه، ودلوقتي لا حول لي ولا قوه، ولسه يعني مش عارفين حالته، مش مستقره. طبعا احنا يعني بندعي له بالشفاء، وان شاء الله يعني المهمل ياخد جزاؤه. انا بشكره جدا وبشكر حضراتكم على متابعه اللايف. كانت معاكم نرمين سعد من محافظة دمنوط.